انت تكون في علاقه وتقول لا خلاص يعني ستوب، لازم يعني انهي العلاقه دي؟ لما مثلا تعمل لي حاجه تضايقني مثلا او ازعل منها مثلا في موقف او حاجه، ممكن اقطع، او مثلا اقرر مثلا اقول لها حاجه وما تعملهاش كده، ازهق انا من نفسي واسيبها يعني. شكلها ولا اخلاقها ان هي تكون عامله ازاي؟ لا اخلاقها طبعا. دلوقتي بتبص للجمال، اخلاق، شكلا، اهلها، سمعه، الكلام ده. مواصفات الرجل الشرقي في اختياره لزوجة المستقبل اتغيرت ولا اختلفت او لا؟ هي اختلفت بناء ان الجيل كله طالع بمواصفات تانية بحياة تانية، فاكيد النظرة هتبقى مختلفة. ان انا هختار واحدة هتبقى المواصفات اللي في دماغي، مش مواصفات اهلي مثلا، او ان اهلي هينقوها، لا انا هنقيها. الستات بتبقى محتاجة ايه من الرجالة؟ يعني اكيد محتاجة راجل، بس بكل ما فيها من معاني. المفروض ان هو يكون بيهتم بيها، بيهتم بأدق تفاصيلها، بيحبها، بيشوف الحاجات اللي هي بتحبها وبيعملها، بيحاول يراضيها، بيحاول يسأل عن الحاجات اللي هي مهتمة بيها ويعملها. محتاجة امان طبعا، امان وثقة، وحد يخلي باله منك. امتى تقدري تكملي رغم الاختلافات اللي موجودة كتير؟ لو الشخص ده انا عارفة فعلا ان هو كويس وانا متمسكه بيه وعمل لي حاجات كتير حلوه، لو عمل كل الحاجات اللي انا قلتها قبل كده فاكيد ان هو شخص كويس، فمن حقه ان انا اتمسك بيه وما اسيبوش ابدا. لو هي اتجوزت حب يبقى هي ما فكرتش ولا اختارت ولا عملت، هي اتبصت لقت نفسها حبت فاتجوزت، فهتتطلق. اختيار شريك الحياه هل بتختلف من البنت ال 18 سنه في مرحله العشرينيات او الثلاثينات؟ طبعا بتختلف من كل فئه العمريه للتانيه، لان البنت كل ما بتكبر كل ما نضجها بيكون اكتر وبتكون فاهمه هي بتعمل ايه. وهي صغيره بتبقى عايزه خروجات وكل همها ان هو يجي يخطبها وبس، بعد كده لما بتكبر بتفهم بقى ويعني بتديله الحاجات اللي هو اي راجل محتاجها، لكن لما تبقى صغيره ما بتبقاش واعيه بزياده ان هي تكمل في علاقه وتنجح. امتى تكوني في علاقه وتقولي لا ستوب مش هينفع اكمل؟ لما يجي عليا زياده على اللزوم اكيد هقول ستوب. ما يبقى في بينا حب وعشره ولازم نكمل عشان اللي بينا ما يروحش كده يعني.